اتفضلي يا بنتي. اهلا وسهلا. اتفضلي يا بنتي. اعمل لك لقمة تاكليها يا سهام. متشكرة يا حبيبتي. الا قولي لي يا بنتي، عاملة ايه دلوقتي؟ وقاعدة فين؟ قاعدة عند واحدة زميلتي، بس مش ناوية اطول عندها. ليه؟ حصل حاجة؟ لا ابدا يا خالتي، بس كل واحد له ظروفه. اصلها متجوزه وعندها عيال وشقتها على قدها. كتر خيرها استحملتني يومين، قلت بلاش ارمي حملي على الغريب وجيت لك على طول. انت عارفه غلاوتك عندي يا سهام، وعارفه غلاوه امك الله يرحمها. ان كان عليا انا اشيلك في عينيا الاثنين يا بنتي، بس زي ما انت قلتي كل واحد وله ظروفه. وانا بنتي كوثر اتجوزت وقاعده معايا هنا في الشقه هي وجوزها، وهو محمود راخر كمان قرب يتجوز وناوي يدخل هنا في الشقه. ربنا يتم بخير يا كابتن. الله، ما بدري يا سهام. بدري يا حبيبتي. بدري من عمرك. بيطمنيني عليك يا سهام. حاضر. ربنا معاك يا بنتي. ربنا معاك. شايفه؟ ايوه، دي مزه جميله قوي. I'm gonna go get some more.
استضيفك عندي الليله في البيت. لا مش كلام، اتفضل روح ما اطلقش. انت كنت رايحه فين؟ عشان ما تقلقيش، انا الدكتور حسين عبد الغفار استاذ في الجامعه. شكلنا كده مش حلو احنا قاعدين بنتكلم. قومي تعالي معايا. تعالي معايا. تعالي امال. سعدية ايه؟ الدكتور حسين وصل. ونعمل له ايه؟ مش تقوم تشوفيه عايز يتعشى ولا لا؟ مش عايز يتعشى يا مرزوق. وانت شرفك يا سعدية. عشان يا فالح يا ابو مخ عايز نص ناعل، الدكتور كان معدوم على العشاء. فاتتني دي. طب ممكن بقى تتخمت عشان انا عايزه انام؟ اتخمت. اتفضلي. انت قلقانه ليه؟ انا عايزك تطمني خالص. انا حاسه اني هسبب لك ازعاج. ولا ازعاج ولا حاجه اطلاقا. تعالي يا سهام. طب بس المدام يمكن تتضايق من وجودي. يا ست اطمئني، انا ما عنديش مدام. ايه انت عايش لوحدك في الوقت الحالي؟ ايوه، بس اخويا يوسف عايش معايا، بس هو دلوقتي مسافر. يعني مفيش حد غيرك في البيت دلوقتي؟ مش بالظبط، في السفراجي ومراته. وبعدين انا عايز اعرف ايه حكايتك، بس مش دلوقتي، اكيد انت جعانه. تعالي نشوف حاجه ناكلها. تعالي امال. يلا يا سهام اتفضلي. بس على الله بقى طبيخي يعجبك. يلا. حضرتك مش هتاكل؟ ده الحقيقه انا اتعشيت بدري. اتفضل. شكرا. خش يا سهاب. دي اوضه يوسف اخويا. فخدي راحتك. معلش بقى موجود حاجه جالي. الحمام اهو. تصبح على خير. وانت من اهله. Thank you.
10 سنين ينشن عليا وقال بكره هاخد بالي. مفيش فايده مفيش فايده، لكن لا من بكره هاخد بالي اشوفه يانا يا هو. يوجا تكنيل يا راجل مسخره. خير. حاضر لحضرتك الفطار دلوقتي؟ بعد ربع ساعة. وفطار الاثنين. اثنين؟ الله، ويوسف ديرك على صفا؟ يوسف ديرك ده مشاور على ما يرجع. الله، أمال مين اللي هيفطر مع سيادتك؟ مرزوق. مش عاوز غدا مع الصبح. روح حضر الفطار وحط الجراج اللي معاك دي على السفرة. حاضر يا سعادة الدير. نمتي كويس؟ الحمد لله انا ما حسيتش بنفسي. طب عالي، الفطار جاهز، هستناكي تحت، ما تتاخريش عشان الشاي ما يبردش. ها؟ حاضر. رخصيص مرضى عليك، امسك يا مرزوق امسك. جرى ايه؟ انت تعب نفسك على ايه؟ ما يفطر لواحد ولا يفطر حد معايا. مش يمكن واحد صاحبه جاي يفطر وياه دلوقتي؟ واحد صاحبه؟ في حد يسيب بيته على الصبح عشان يروح يفطر عند حد تاني؟ مش راكبه؟ اسمعك، مش راكبه. ايوه كده. طب خلاص اسكت. على كل حال دلوقتي هنعرف حالا مين اللي هيفطر وياه، ولو اني مش شايفه ملوش اي لازمه الوجع الدماغ ده. ها؟ الوجع الدماغ ده. صباح الخير يا سعاده البيت. صباح الخير. يا مرزوق في حاجة؟ لا 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 يعني يا سعادة، أنا كنت بقول يعني يمكن حضرتك تعوز حاجة يعني. لا متشكر، ولما أعوز حاجة هندهلك. مرزوق خد مراتك وخش جوه. حاضر يا سعادة البيت. تهيألي دلوقتي أقدر أسألك، أنت مين؟ وحكايتك إيه؟ البيئة الاجتماعية بتأثر بشكل كبير في سلوك أبنائها، وعلشان كده بتتشابه سلوك أبناء البيئة الواحدة. فمثلا سكان المناطق الحارة زي أمريكا اللاتينية بتمتاز سلوك أبنائها بالسخونة والثورية، وعلشان كده أكبر نسبة انقلابات وثورات بتتواجد في هذه المنطقة. في مصر مثلا أكبر نسبة جرائم بتكون في منطقة الصعيد،
أما منطقة البحر المتوسط فشعوبها بتتميز بتدفق العاطفة، وأيضا تمتاز بالإقبال على الحياة بشكل واضح. نستخلص من هذا أن هناك سمات عامة مشتركة لسلوكيات أبناء البيئة الواحدة. أي أسئلة؟ تفضل. مش قادر أصدق الرجل المحترم الوقور يرجع بالليل وفي ايده واحدة ست زي القمر، ده عمره ما عملها. ما يمكن قريبته يا واد. قريبته ايه يا هبلة؟ هبلة يا مرموش. انا اقصد يعني لو هي قريبته ما شفناش قبل كده ليه؟ اسمع يا مرزوق، انا مش فاضية للروشة بتاعتك دي، هي قاعدة عندك بره، روح اسألها. تأمري بحاجة؟ قصدي اقول انا عدم المؤاخذة، شاي، قهوة، جنزبيل؟ لا متشكرة. طب انا عايز اقول يعني عدم المؤاخذة يعني هو حضرتك. بقول لك ايه يا مرزوق، هو الاستاذ يوسف مسافر فين؟ في المانيا بيدرس كمبيوتر هناك، لكن بلا قافية يعني عدم المؤاخذة هو حضرتك. وهو رخا مش متجوز ولا باين له جواز، اصله فرحان بشبابه وشاف مزاجه يعني. والاستاذ حسين ما اتجوزش ليه؟ الحقيقه يا ست هانم، الاستاذ حسين انا يوم ما اشتغلت عنده ما فيش في حياته غير حاجتين اتنين، الاستاذ يوسف والجامعه، اما الستات دول فمش على باله خالص لحد امبارح. لكن قولي انت وسعديه متجوزين من امتى؟ الست هانم اعملها معروف، اديني فرصه. بتعملي ايه؟ سيبي ده وانزلي. اهو بتسلى بدل ما انا قاعده كده. الحاجات دي من اختصاص مرزوق وسعداني. شوفي جبت لك ايه؟ عشاني انا. بس ان شاء الله تعجبك. الله. بس ده كتير قوي. كنت عايز اجيب لك حاجات كتير. بس خفت افرض عليكي ذوقي. إلهي يسترها معاك دنيا وآخرة. بس الحقيقة بقالي سنين طويلة ما اشتريتش حاجة تخص واحدة ستة. من غير زعل يعني، راجل في سن حضرتك وفي مركزك ما اتجوزتش ليه لغاية دلوقتي؟ وأنا بحضر رسالة الدكتوراه اتجوزت واحدة إنجليزية، عشت معاها سنتين، ولما رجعت مصر هي رفضت ترجع معايا. والحكايه خلصت على كده؟ تقريبا. طب ما جربتش حظك مره تانيه ليه؟ بعد وفاه والدي حصلت حاجه ما كانتش على البال. والدتي اتجوزت وسابت البيت. خفت على يوسف اخويا. حاولت اعوض له حنان الاب والام. معلش يمكن ظروفها. معلش. هي الست عموما لما تبقى غنية وحيدة بتبقى مطمع للرجالة. والدتي كانت قليلة الخبرة، بهدلت وبهدلتنا معاها حد ربنا ما افتكرها. انا اسفة اذا كان الكلام ضايقك. لا ابدا. قولي لي يا سهام، بتفكري ازاي في بكرة؟ ناوية تعملي ايه يعني؟ لو تعمل فيها معرفتي شفت شغلانة. انت اشتغلت قبل كده؟ طبعا في مصنع حلويات في بوكلة، بس الاجرة ما كانتش كفاية خصوصا في الظروف اللي انا فيها. انت وصلت في الدراسة لحد فين؟ انا امي جوزتني بدري وسبت المدارس، واديني اتلطمت في الدنيا، لا نبني علام ولا نبني جواز. بصراحة يا سهام فرص العمل قدامك ضعيفة جدا، وانا مش عايزك تتبهدلي. متشكره قوي يا استاذ حسين. لو بتثق فيا سيبيني اخطط لك مستقبلك بطريقه مناسبه.
سمحت ممكن اعرف الحقيقه. ايه ده؟ ايه ده حاجه؟ اسمع يا استاذ يوسف، لكن انت السبب. وكمان عارفه اسمي؟ ايه الحكايه؟ الحمد لله على السلام. انت وصلت امتى؟ ممكن حضرتك المدام تريحيني وتقولي لي انت مين بالظبط؟ حسين حكى لي عنك كتير. انا ما كنتش اعرف انه شايل الدرجات ومعينك هنا بقى على درجه جنايني. بتضحكي على ايه؟ لا اصل حسين كان عنده حق فعلا. يا مرزوق اهو حسين جه. حسين معقول؟ يوسف الحمد لله على السلامه. جيت امتى؟ وحشتني يا حبيبي. ايه اللي بين هدومك كده؟ الجنانيه الحسناء بتاعتك. الجنانيه الحسناء بتاعتي دي تبقى مراتي. مراتك؟ لا واضح ان الحكايه وراها قصه حب خطيره. يلا بقى احكولي بسرعه. حسين تتجوز بالطريقه دي؟ سهام مخلوقه رائعه، ظروفها الاجتماعيه ظلمتها. ايوه بس مفيش اي توافق بينكم. ده انت استاذ جامعي وهي يوسف. سهام بقت مراتي خلاص، وانا سعيد بيها جدا. انا اسف يا حسين، بس احنا متعودين على الصراحه. انا هريحك يا يوسف، انا اتجوزت سهام لانها حركت فيا مشاعر كنت فاكر انها ماتت من زمان. ورغم الفروق الاجتماعيه اللي بينها اللي انت بتتكلم عنها دي، الا انها فهماني ومريحاني. باختصار حبيتها يا اخي. على العموم الف مبروك. كتير شويه انت اللي عندك ده. لا مش كتير كده. بس 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 بس. ايه خايف تتخن؟ اه يا اخويا مش زيك. انا بقى عملت لك طاجن ورق عنب بالكوارع، اكيد بقالك زمان ما دقتوش. الله ريحته تجنن. بس على الله الطعم يعجبك. اكيد هيعجبه، بس انت تركز وتخلي بالك من صوابعك، اكل سهام مالوش زي. استنيني. الله 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 الله. تسلم ايديكي. كفايه كفايه يا ماما. لا تليفون يا يوسف بيه. مين؟ واحده ست بتتكلم عربي مكسر. الحق. مش مضيع وقت انت. بعدين يا سحس تكل. الله تسلم ايدك يا قمر. الله اكبر. الله عليك وعلى حنانك. مين الرايتر دي اللي لحقت تعرف انك جيت؟ ما تحرجوش بقى يا حسين. احرجه؟ ده بيحرج. طب علشان اثبت لكم براءتي انا عازمكم الليله دي على سهره بمناسبه جوازكم. لا بلاش الليله دي، يستحسن ناجل الحكايه دي شويه. ليه يا حسين؟ هسيبكم انا واروح اجيب لكم الحلو. ايه مش عاوز تسهر ليه؟ سهام مش جاهزه دلوقتي تسهر في اماكن عامه. يومين كمان اجيب لها كذا فستان سهر. فساتين؟ لا سيب الحكايه دي عليا، انا انت عارفني استاذ، هشتري لها احلى فساتين. هتقول لي. مش هيك بس هو مستر يوسف.
اعذروني يا جماعه، انا اعصابي تعبانه اليومين دول. اسكت زي ما انت عايز يا استاذ يوسف، ان ما كناش احنا اللي هنستحملك امال مين اللي هيستحملك؟ هو الدكتور حسين هيفضل كده ما يحطش منطق على طول؟ مرزوق اسمع، الست سهام هتبقى مشغوله مع الدكتور حسين، وانا عاوز البيت يمشي طبيعي. الدكتور حسين محتاج لهدوء وراحه نفسيه، مفهوم؟ مفهوم مفهوم. عشان انت عندك شغل الصبح. انا نمت كفايه، وبعدين ده معاد نبطشيتي. اتفضلي. تصبح على خير يا حبيبي. يا حصل حصل حاجه بخصوص سامي؟ مالها سامي؟ عندك سامي مش وقت. اتكلم بعدين. حاول تنام دلوقتي. معلش. وعيا تكلمني تاني جاي ورايا. ايوه ايش ايش ايه ده؟ راح فين؟ راح فين يا استاذ انت وهو؟ عايزين نقابل الدكتور حسين لو سمحت. الدكتور حسين راقب عيان، ما بيكلمش حد، ما بيشوفش حد، وبعدين هو مانع الزيارات وانا المسؤول عن تنفيذ الاوامر. بس احنا اتصلنا بالمدام قبل ما نيجي وسمحت لنا نقابله. حفي انا بقى. عموما اتفضلوا، بس ما تعملوش اي حس لان اي صوت بيعكننه. اتفضلوا. ما شاء الله ما شاء الله، ادي الحريم اللي تفرح. انا عارف ليه الواحد ما دخلش الجامعه. واضح ان في تحسن كبير، حاول كده تحرك صوابعك. الحمد لله. أنا مش هقوم. ما تقولش كده يا حسين، أنت بتتحسن فعلا، بس أنا مش عايزك تعمل مجهود في الكلام. ما فيش فايدة. ليه بتقول كده يا حسين؟ ده ربنا كبير. بكرة تقوم بالسلامة يا حبيبي. خير يا دكتور؟ ماله حسين؟ ممكن نتكلم مرة؟ بس انا مش شايف اي تحسن في حالته يا دكتور. انا نصحتكم كتير تبعدوه عن اي انفعالات. انفعالات ايه بس؟ احنا كلنا في خدمته، موفرين له كل راحه وهدوء. بس اكيد في حاجه شغله باله، دي اللي مخليها مضطرب. حاجه زي ايه؟ مش عارف. من المؤكد هو مدرك خطوره حالته الصحيه، وخايف للوقت يمر وما يلحقش يقول لك على اللي هو عايزه. حاول تسمع منه، شجعه على الكلام، ده هيريحه قوي ويخليه يطمن. شكرا يا دكتور. تعال شوف عايزك ايه.
مالك يا حسين؟ ايه اللي مضايقك يا حبيبي؟ قلقان ليه؟ أنا عاوزك تتجوز سهام. تتجوز سهام؟ أنت بتقول إيه يا حسين؟ مفيش وقت، لازم تتجوز. جوزك يمكن يحتاج حاجة. ايه الحكاية يا ست سهام؟ الجو فيه غيم ليه؟ هو الأستاذ يوسف مش هيتغدى؟ تحبي أحضر لحضرتك الغدا؟ ايه الحكاية؟ محدش عايز يريحني ليه؟ هفضل كده طول عمري مش فاهم حاجة؟ لا خلينا نروح شوية. انت ايه حكايتك النهاردة؟ انا عمري ما شفتك في الحالة دي. يلا يلا روح. الله انت زعلت؟ مالك؟ ايه حكايتك النهاردة؟ انا عمري ما شفتك في الحالة دي. في ايه جو؟ مفيش. يلا حسين سأل عليك كتير ومرضيش ياخد الدواء. قال لك حاجة؟ نفس الموضوع اللي اتكلمنا فيه الظهر. حسين ليه مش عاوز تاخد الدواء؟ ليه بتعذب نفسك وتعذبنا معاك؟ اسمعني أرجوك. سامعك يا حسين، اتفضل. سهام أمانة في رقبتك، مش عايزها ترجع الشارع تاني. إيه بس اللي هيرجعها الشارع يا حسين؟ اطمن، سهام هتبقى طول عمرها بخير، المهم صحتك. لازم تتجوزها عشان ما تتبهدلش. حاضر يا حسين، هبقى اتجوزها. تتجوزها قبل ما اموت؟ طب اديني فرصه افكر، اسال العروس على الاقل. ولا يعني انت فاكر الحكايه سهله وبسيطه؟ يا ايه اللي وصل حالته للدرجه دي؟ بقاله 3 ايام مضرب عن الطعام وما بياخدش الدواء. اظن سبق وحذرتكم من عدم تعرضه لاي ازمات نفسيه. يعني ايه يا دكتور؟ ارجوك طمنا. ربنا يستر. هيقعد هنا كتير، مش اكتر من يومين. اتفضل يا سيدنا. اهم حاجه
حاجة يا سعدية؟ كنت عدمك لو فهمت. أنا أبوكي خلاص هتجنن. دكتور حسين طلق ست سهام ليه؟ ده بيموت فيها. والأدهى من كده إنها هتفضل قاعدة معاهم. لا أنا أبوكي خلاص ساح مش قادر أجمع. أصعب قرار في حياتي. أنت رايحة فين؟ هو مش معقول هفضل معاك في أوضة واحدة بعد ما اتطلقنا. قلت المرزوق يلم حاجتي من الاوضه هنا يوديها الاوضه الصغيره علشان هبات هناك وانت تبقي هنا. لا معقول يعني؟ سهام انا عاوزك تجاوبيني بصراحه. على ايه؟ ايه رايك في الموضوع؟ موضوع ايه؟ اللي بيطلبه حسين ده انت موافقه عليه ولا لا؟ حسين عيان واعصابه تعبان كلها يومين وهيرجع للي في دماغه. واذا اصر على اللي في دماغه وما تراجعش عنه هتقولي ايه؟ مبروك. ولا خاتمة يا اختي؟ هما مالهم متنكدين كده ليه؟ اعدمك لو كنت فاهم حاجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رايح انت شويه بقى يا حسين. عن اذنك. اتفضل. يا راجل كفايه شرب طافيه هتموت نفسك. سيبيني يا اولية سيبيني. يمكن نفوخي يتعدل واقدر افهم. يا اخويا واحنا مالنا ومالهم؟ وعلى راي جوحه ما دام هما مبسوطين يبقى خلاص. ما المصيبه ان هما مش مستريحين. ايه اللي جابلهم على كده؟ طيب يا اخويا اقعد كل واهلك نفسك كده لحد لما تطق وتموت. انا بقى هريح نفسي وانام. الراجل حبها واتجوزها زي بعض طلعها من غير سبب مش فضلت قاعدة في وسط راجلين في بيت واحد وماله؟
انما الاستاذ يوسف يتجوزها ليه؟ ده اللي انا عاوز افهمه. وبعدين نطلع نقول ان احنا اتفسحنا. معلش ممكن حسين يحس ان العربيه ما خرجتش من الفيلا، يستحسن نتصرف بشكل طبيعي. اللي تشوف. وبعدين هنعمل ايه في اللي احنا فيه؟ عمري ما حسيت اني مخنوق زي دلوقتي. حسين حطيني في قفص زي الفار. انا مش عارف ازاي طلعت، مش عارف ازاي هخرج من الورطه دي. لكن انت كمان، انت وافقت يا سهام. انا ما كانش يهمني نفسي، انا ما يهمنيش غير حسين. خفت ما يرجعش ياكل وما يرجعش ياخد الدواء تاني. قلت انك انت هتتصرف. انت ازاي وافقت؟ احنا دلوقتي مربوطين في سلسلة واحدة، احنا بفرض لازم نتخلص منها من غير حسين ما يشعر. يلا يلا نرجع. تفضلي قاعدة بهدومك كده. انت هتنام في الأوضة هنا؟ أنا ممكن أنام في الأوضة الصغيرة، إنما شكلنا قدام الشغالين هيبقى بايخ أوي، وبعدين حسين ممكن يصحى في أي وقت.
ولازم نبقى جنبه. اذا كنت متضايقه هسيب الاوضه. لا مش قصدي. المجنونه ما تقطعش عشنا من البيت. لازم نشوف ايه الحكايه. واتمنى خلي الذي تعدي على خير يا مرزوق. لازم نشوف اخرتها معاك. اتفضل عليك. قول يا اخويا جرالك ايه؟ جاتك ليه يا راجل مسخره؟ مظبوط يا سعدان. طب يا دكتور انا عايز اعرف ايه اخره الحاله اللي عند حسين دي؟ أنا عارف إن مرضه عبء على العيلة، لكن العجلة هتسهل حركته وتساعده كتير، وكمان ممكن نعمل له علاج طبيعي على الخفيف. أنا عاوز أعرف حاجة واحدة بس، إيه احتمالات شفائه؟ ما خبيش عليك يا أستاذ يوسف، في حالة الدكتور حسين الجراحة في منتهى الخطورة، علشان كده هدفنا دلوقتي استقرار الحالة على ما هي عليه. خد ده كمان معاك يا مرزوق. حاضر يا فندم. الحمد لله على السلامة يا يوسف. ازيك يا سام؟ ازيك يا يوسف؟ اخبار حسين ايه؟ رديت وخد الدواء ونام، احضر لك الغدا. لا 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 مش وقت. ده انا مستنياك. ست عظيمة قوي يا سام. واخدة بالك من كل اللي في البيت، مستحملة ظروفي. فعلا حسين كان عنده حق. حسين اداني كتير قوي، مهما عملت مش ممكن هقدر اردله الجميل. نتغدى بقى. يا ستهان انا وضبت العشاء وكل شيء جاهز تمام، هاخد الوليه واطلع على الحكيم. هتسيبوا البيت انتوا الاثنين يا مرزوق؟ ما تقلقيش يا ستهان، ساعه زمان وهنكون هنا على طول. طيب بس ما تتاخرش. حاضر يا فندم. اشتري تجينا بالحمام وتستحمي. ما انا قاعده باب الاوضه. برضه ما يصحش، في رجاله في البيت، ارجوك تاخدي بالك من الحكايه دي. شو انت فين؟ معقوله مختفي خالص؟ لا صوت ولا صوره. عن اذنكم دقيقه واحده تعالي. معقولة بقى؟
عايز ايه حسين؟ لا 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 امشي. الدكتور مورجان اوهان جاي مصر بعد اسبوع، وده من اكبر دكاتره في جراحه المخ، وسبق له عمل جراحات لحالات اصعب من حاله حسين والنتائج ممتازه. حضرتك قلت لي هيوصل امتى؟ الاسبوع الجاي، وهيختار 10 حالات يعمل لهم جراحات بمركز اسكندريه الطبي بسموحه. ونقدر نحجز ازاي؟ من ناحيه اطمن خالص، انا هعرض عليه الحاله بتاعت حسين بمجرد ما يوصل، وان شاء الله يكون من العشر حالات اللي هيختارها. خبر عظيم مش كده؟ طبعا خبر عظيم، بس شكلك مش مبسوط ليه؟ قلقان قوي يا سام، خايف العمليه ما تنجحش. يبقى عملنا اللي علينا. ايوه، بس حسين كده هيتعذب اكتر. انا مش عايزه يتعلق بامل وبعدين يخسر كل حاجه. اكيد ربنا هيكون معاه ومعانا. العملية هتاخد لها 3-4 ساعات. تعالي اوصلك البيت وبرجع له انا. مش معقول هنسيبه لوحده. وجودنا مش هيفيده وهو في اوضه العمليات. معلش برضه خلينا عشان لما يفوق يلاقينا جنبه. ايه
الحمد لله، ألف مبروك. نشوف. طيب نشوف. هو في العناية المركزة، بس انتوا تطمنوا خالص، العملية نجحت. البروفيسور منع الزيارة عن اذنكم. تعبانة ومحتاجة تستريح شوية، اتفضلي انت وانا هرجع المستشفى تاني. يسلم سعادتك. تفضل تفضل تفضل. تشكر يا سلام.
الله يسلمك. تفضل. حاسب يا يوسف. ميرسي يا حبيبي. الحمد لله بسلامتك. الله يسلمك. ميرسي يا حبيبي. الله يخليك. سأقول وانا حفظتك. تفضل. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد الليله دي؟ على قد ما انا فرحان لشيف حسين، على قد ما هو صعبان عليا. انا بقى صعبان عليا التلاته. أشكركم على عواطفكم النبيلة، أنا ممنون. تعالوا انا عايزكم. ثانية يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي. ثانية يا حسين. عاد يا سام. تجنن المي. اظن جه الوقت اللي استرد فيه الامانه بتاعتي. امانه ايه يا حسين؟ سهام لازم ترجع لعصمتي. Thank you.
بالبساطة دي؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حسين؟ هو احنا عرايس في ايديك بتلعبها زي ما انت عاوز؟ اتجوزوا اتطلقوا؟ لا يا حسين، لا. سهام مراتي وحبيبتي، ولا يمكن هفرط فيها ابدا. معقولة؟ معقولة يوسف اخويا اللي انا مربيه يطمع في مراتي؟ مراتك؟ ما بقتش مراتك يا حسين، انت طلقتها بارادتك. طلقتها عشان احميها واحمي مستقبلها. كنت خايف عليها لا تتبهدل من بعدي، لكن دلوقتي انا خلاص خفيت وبقيت زي الاول. واحنا ما بقيناش زي الاول، انا وسهام بنحب بعض ومفيش قوه هتفرقنا. معقول يوسف اخويا اللي ربيته وضيعت عليه شبابي وسنين عمري يخوني؟ لا يا حسين، لا احنا ما كناكش، احنا بنحبك يا حسين. حسين انا مستعد اديك عمري، لكن مراتي لا. لا اخرج من بيتي، مش عايز اعرفك، مش عايز اشوف وشك تاني. انا ماليش اخوات. برا برا. المدام موجودة ليه؟ طب مشاكل؟ لا مؤاخذة، لو كنت تلعب غلط.
اطلع على رجلي. مساء الخير. معقول يا سهام لما تشوفيني تتخض كده؟ ده انا عملت المستحيل عشان اوفر لك الامان. انا اسفه قوي، انا اصلي اتفاجئت انك موجود. يا ترى هتسمحي لي ادخل؟ طبعا اتفضل. انت خايفه مني يا سهام؟ معقوله؟ ده بيت اخويا، ومهما كان احساسي ناحيتك فالبيت ده ليه حرمه لازم احافظ عليها. انا جاي ارجوكي تقنعي يوسف يرجع البيت. البيت صعب عليا، انت ويوسف، كل حتة في البيت بتفكرني بيكم. سامحوني، أنا كنت أناني، إنما الظاهر الواحد لما يبقى في سني بيبقى طمعان قوي في الدنيا. خلاص يا يوسف، مش ممكن حياتنا هترجع زي ما كانت. انت بتقولي ايه يا سام؟ عايزه تسيبيني بعد ده كله؟ حسين بالنسبه لي ما كانش مجرد اخ، ده كان كل حاجه في حياتي. ارجوك ما تعذبينيش اكتر وتكملي عليا. حسين هيفضل بينا، لا انت هتقدر تنساه ولا انا. Thank you.